شخص يستغيث وولي العهد يسرع لإنقاذه، فما هي القصة؟ القصة هنا بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وهو يهرع لإنقاذ مسؤول إماراتي، حيث تعرض رئيس مجلس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية نصر النيادي لحادث مفاجئ في عرض البحر، فلنتابع هذا الفيديو. غرز 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 وكما رأينا في المقطع السابق، كان يقوم النيادي بممارسة رياضة الفلاي بورد قبل أن يفقد توازنه لحظة توثيق الفيديو بشكل مفاجئ، ومن هنا تداول المغردون الفيديو، وكان على رأسهم الشيخ سعيد بن مكتوم الذي قال عبر حسابه الخاص على إنستغرام: الحمد لله على سلامة نصر. وجاءت هنا التعليقات تشيد بفعل الشيخ حمدان، حيث نبدأ من أحمد الذي غرد وقال بأن كل إنسان إذا شاف صديق مقرب له يتعرض لخطر راح يتصرف بدون ما يفكر، وهذا كان موقف حمدان بن محمد مع صديقه نصر النيادي. بينما قال عادل عبر تويتر: لذلك هو فزاع، ندعو الله أن يرزق سموه البطانة الصالحة، والحمد لله على سلامة نصر النيادي. وغرد محمد خليل: الحمد لله على سلامة نصر النيادي، وما أروع لهفت فزاع عليه وحضنه يدل على مدى معزته لنصر. بعد ذلك الفيديو أخبرنا كيف ستتصرف إذا كنت في مكان ولي عهد دبي وكان صديقك في خطر، هل ستغامر بحياتك من أجل إنقاذه؟ شاركونا بآرائكم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.